أما 1519 أبحر قبطان اسمه ماجلان بحث عن جزر الأنديز الغربية ليعود بكنوز لبلاد الأسبان. هيلا هيلا يا ماجلان أنزل إشعاعتك وأبحر بأمان. هيلا هيلا يا ماجلان بشجاعتك ستجد كنوزا بالأطنان. عبر الأطلس والموج العاتي ولمحوا بالأفق يابسة الأمآت لكن شخصا صرخ إنها الأرجنتين فغفل البطل وهم بتكسير السفن. هيلا هيلا يا ماجلان أبعد هذه الفأس وأبحر بأمان. دامع مسيرتك مثل الشجعان وستجد الجزر ولكن ليس الآن. وهبت عاصفة عاتية في البحر ففقد سفينتين في أثناء الليل وأخيرا لمح عند رؤيات البر لكن أحدهم قال لكن حنشيلي. هيلا هيلا يا ماجلان دع شعرك وشأنه هيا بحر بأمان. راجع معلوماتك يا ماجلان وستجد كنوزك لكن ليس الآن. قد مرت شهور عديدة بلا جدوى وعبروا الهادي المحيط العملاق رأوا أرضا فقال إنها جزر الإنديز وأحدهم قال وام التي في الآفاق. هي لا 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 يا ماجلان لهتك الحلوة قد صارت كابوسا. هيا تابع رحلتك وأبحر بأمان وسنجد لك في الإنديز عروسا. اتجهوا غربا نحو الفلبين ففرحوا بسكانها الأصليين فقال أحدهم يبدون شرسين انتبه. أصيب البطل المسبح. هيلا هيلا يا ماجلان أوشكت على تحقيق الحلم الضائع مسكين أنت يا ماجلان فالإنديز الغربي أمام عينيك.